مساء الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولادي جننوني. المراهقة واحدة من أخطر المراحل الحياتية التي يمر بها الأبناء، وفي هذه المرحلة يزداد التأثير المحيط الاجتماعي على الابن والابنة على حساب انحسار دور الأسرة أو الآباء في تشكيل شخصية الابن وفق منظور الأسرة وقيمها. يقول الدكتور محمد عرجون في كتابه الدين منبع الإصلاح الاجتماعي إن الشباب هم عصب الأمة وموضوع آمالها، وهم الذين يقودون الأمة في مستقبلها، فإن لم يلقى الشباب توجيها تربويا يقوم على دعائم الوعي والفضيلة والتمسك بآداب الدين والعلم والمعرفة، فإنه يذهب بكل عمل تعمله ويهدم كل بناء تبنيه. وهنا يطرح سؤال نفسه، لماذا يعاني الآباء والأمهات من أبنائهم المراهقين؟ ولماذا اعتنت الدراسات المتأخرة بهذه المرحلة بالأخص؟ وهل هناك حلول عملية للتعامل مع المراهقين؟ في حلقتنا النهاردة هيكون معانا ضيفنا الكريم الدكتور مجدي أنور، دكتور صحة نفسية واستشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك. هيجاوبنا عن كل الأسئلة التي تدور في أذهان الآباء تجاه أبنائهم المراهقين. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك بالسادة المشاهدين، بنرحب بحضرتك في الاستوديو معانا النهارده، منورنا. اهلا وسهلا بيك. حابين نبتدي يا دكتور، انه يعني زي ما بنقول انه دايما محدش عايز يتبسط ويوصل لتفكير الاخر، وكل واحد معتقد انه هو الصح، وده للاسف خطأ كبير. حابين نعرف منك يا دكتور، ايه هي اسباب الفجوه بين الاباء والابناء في سن المراهقه؟ الحقيقه ان المشكله بتبدا مش من سن المراهقه، المشكله بتبدا من النشاه بتاعه الطفل. صحيح. نشاه الطفل لو كانت النشاه التربيه سليمه، التعامل بين الاب والام وبين الطفل مبني على التفاهم، احترام الراي، الافكار المتبادله، الاقناع. في الوقت ده الطفل اتعود من صغره على ان هو بيكون بيتعامل باسلوب منطقي مقنع. المشكله ان دايما الاب والام بيستسهل ان هو يكون بيضغط على الطفل من هو صغير، مش بيفهمه، مش بيقنعه، فاصبح الحوار بينهم مش اكتر من انه انا بفرض رايي على الطفل. بالفعل. الطفل بيبقى مضغوط نفسيا من وهو لسه طفل، لانه بيعمل شيء هو مش مقتنع بيه. صحيح. فالطفل ما بيصدق يوصل للسن بتاع المراهقه، فده اول سن بيقدر يقول فيه كلمه لا بحريه، لان بيبقى الطفل شايف نفسه انه كبر، حجم جسمه كبر، فهو شايف نفسه انه هو خلاص، يعني انت بتعتمد على قوتك في التعامل معايا، بتفرض رايك وسلطتك، انا دلوقتي قادر اقول لك لا. صحيح. فمن هنا على طول اول ما بيبتدي يقول يقدر يقول لا، بيبتدي على طول يقول لا. ولاني اصلا اسلوب التفاهم والحوار والاقناع بين الوالدين وبين اولادهم مش اسلوب حواري، لكن اسلوب ضغط الزام، انا مش بحترم فكر الطفل من هو لسه بيبي، مش بحاول اتناقش معاه افهمه. طبعا الالزام شيء مهم جدا، بس الالزام اللي مبني على اقناع. بالفعل. مش الالزام اللي مبني على قهر او ان هو يامره. ما هو الفكره في القهر مش الامر. ما هو انا بامر بقهر، يعني دلوقتي لما يكون في حوار بيني وبين ابني، صحيح، انا مفروض ان انا بقنعه بوجهه نظري وبسيب له الحريه انه يعمل اللي هو شايفه صح، فبيفاجئ الطفل ان الطريق اللي هو عمله كان غلط. فمن وهو لسه طفل صغير بيتعلم ان اللي انا قلته كان غلط وكان راي بابا وماما صح. هنا بيتبني جدار ثقة داخل الطفل تجاه بابا وماما، ان الرأي اللي هم قالوه لي كان صح، واللي انا عملته من غيرهم كان غلط ونتيجته غلط. بالفعل. فالخبرات الحياتية للطفل ومن هو لسه طفل بتفضل تتراكم معاه لغاية ما بيوصل عند سن المراهقة، بيبقى خلاص مقتنع ان بابا وماما بيفكروا صح، فانا دلوقتي بتحاور معاهم مش بتلقى اوامر. صحيح. الاوامر دايما قاهرة بتقهر الانسان، لكن لما بتكون العلاقة علاقة تفاهم وحوار، فالطفل اتعود على اسلوب الحوار من هو لسه طفل.
فلما يجي بقى في سن المراهقة مش محتاج بقى يرفض كلامهم ولسه عايز يجرب الصح من الغلط، وطبعا هو فاهم انه صح وما كانش عنده خبرة قبل كده لان هو عنده تصورات من هو طفل اني انا بفهم احسن من بابا وماما، انا صحيح. دارك الامور اكتر، وهو مش كتير مش يعني في بعض الاوقات بيكون برضو الطفل افكاره صح مش غلط، لكن الاب والام بيعتمدوا دايما على خبراتهم، بيتجاهلوا ان هم بيتعاملوا مع انسان، الانسان ده كمان لازم انشئ ليه فكر ولازم يكون له فكر. صحيح. فالفكر لما بينشأ من وهو لسه طفل صغير لما بيبتدي يكبر بيكون عنده خبرات حقيقية سليمة بيمشي على أساسها. صحيح. لكن المشكلة بقى في سن المراهقة بيجي الشخص في الوقت دوت عنده أفكار متراكمة من وهو لسه طفل وعنده خبراته هو الشخصية اللي مش عارف يطلعها، اللي مش عارف ما مدى صحتها ومتأكد أنها صح لأنه صحيح. ما جربش أنه يعرف إيه الفرق بين الصح والغلط. فمن هنا بيبتدي يمشي الطفل ده بدماغه وبيرفض كلام بابا وماما، طبعا بتبقى هنا المشكلة أكبر. كل ما كان الطفل صغير كل ما كان مشاكله أبسط ونتائجها أبسط. صح. لما بيوصل عند سن المراهقة مشاكله بتبقى أكبر ونتائجها بتبقى أكبر. الطفل ده ما تعلمش الصح من الغلط لأنه ما أخدش حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الإرادة من هو لسه طفل، فبالتالي عايز يعبر عن نفسه في سن المراهقة، فمن هنا بيبتدي يرفض ويبتدي يدخل بقى في موضوع ان هو بيبتدي يهاجم بقى لانه متعود ان بابا وماما بيستعملوا معايا اسلوب الاوامر اللي فيه هجوم اللي فيه ضغط. صحيح. فجي الوقت بقى اني انا اللي قادر اضغط، فمن هنا بيبتدي يضغط ومن هنا بيحصل الصدام بين الاب والام والطفل. صحيح. دي المشكلة الحقيقية. صحيح. وللاسف كمان انه بعض الاباء والامهات يعني بيبقوا بيفكروا بالتفكير القديم والحاجات اللي هم تربوا عليها، يعني مش مدركين ان احنا مع التطور التكنولوجي اللي حوالينا والاطفال ابتدت انه تفكيرهم يتغير، وده اللي بيعمل الصدام بينهم. يعني لا الاب عايز ينزل لتفكير الابن والابن مش قادر يطلع لتفكير الاب، فده بيعمل الفجوه بينهم. صحيح. هو دي حقيقه، هو في مشكله هنا حقيقيه في الامر دوت ان اسلوب كمان الحوار في مشكلة. يعني لما يكون اتنين بيتكلموا مع بعض المفروض يبقى الشخص مستمع جيد فيسمع. صحيح. للآخر عشان يعرف وجهة نظر الآخر. صحيح. بس دايما الآباء والأمهات بيبقوا مرتبكين في الوقت، وحتى في الحوار بين الزوجين بيبقى كل واحد فيهم شايف نفسه ان هو صاحب الفكر وان هو. صحيح. عارف ان هو الأصح. صحيح. من غير ما يسمع الطرف الآخر، فكون ان انا مش بدي للآخر الفرصة انه يعبر عن نفسه ده بيمثل ضغط نفسي على الشخص سواء كان صغير او كبير. الصغير انا بسهوله بقدر اقهره وبسكته، لما بيحصل كمان الحوار ده بين زوجين بتبقى المشكله اكبر لان الزوجه عندها فكر والزوج عنده فكر، فالاثنين ما سمعوش بعض ففهموا كل واحد بيفكر ان الشخص التاني بيفكر ازاي، ومن هنا بيحصل الصدام ان واحد بيبني الموضوع على فكره هو بدون ما يعرف فكر الاخر، فمن هنا بيحصل هنا الصدام والنفور في الحوار بين الطرفين. لكن اصلا الحوار لما يكون مبني على علاقه تفاهم بحيث اني انا اسمع كويس قوي واسمع للاخر بدون ما اقاطع الاخر، والاخر كمان يسمع كويس قوي بدون ما يقاطع الاخر، كده الفكره بتوصل متكامله للطرفين. فلما بيحصل هنا حوار بيحصل الحوار مبني على افكار حقيقيه معلنه وثابته واضحه. صحيح. فلما بيحصل هنا الحوار بيحصل حوار بيعتبر بناء لاني انا خلاص عرفت وجهة نظرك وانت بتفكر ازاي وانت واصل لايه. صحيح. وانت كمان عرفت وجهة نظري وانا بفكر ازاي وواصل لايه، فبالتالي لما تجاوبني هتجاوبني بناء عن اللي جوايا مش بناء عن الافتراضات اللي جواك، وقد تكون مش جوايا اصلا. صحيح. انا ممكن اكون بتكلم في اتجاه والشخص التاني بيفكر في اتجاه تاني خالص. صحيح. فبيتوقع بحسب فكره ان انا بتكلم في الاتجاه ده وانا بكون بتكلم في اتجاه تاني خالص. ده حقيقي، وده بيخلق صدام وحش لان انا بفكر اللي قدامي ده قصده كذا، فطبعا انا بكون فكره خاطئه تماما، يعني هو بيكون في اتجاه وانا في اتجاه تاني. وهي دي اهميه الحوار اللي هو بيكون مبني على معلومه متكامله. صحيح. ان انا بدي اللي قدامي الفرصه انه يعبر عن اللي جواه بالتمام لغايه اخر كلامه، وبعد كده ببتدي اجاوبه بناء عن كلامه وببتدي اتناقش معاه في وجهه نظري. صحيح. فهنا انا يعني لميت بموضوع متكامل، مش بتكلم بحسب وجهه نظري، وللاسف بيبقى الشخص متجاهل وجهه نظر الاخر تاني ومش متوقعها من اصله.
صحيح. فبيتكلم بناء عن توقعاته هو وافكاره هو بصرف النظر التاني بيفكر ازاي، وطبعا صحيح. ده اللي بيعمل صدام بين الافراد. صحيح يعني. يا دكتور. طب حابين نعرف منك يا دكتور ايه هي المتغيرات النفسيه اللي بيمر بيها الشباب خلال فتره المراهقه؟ هو الحقيقه المتغيرات بتبقى مبنيه عن الخبرات اللي نشا عليها الشخص دوت. صحيح. وما بين علاقه الشخص دوت ومدى النضوج بتاعه. طبعا في متغيرات نفسيه، في تغيرات هرمونيه، الاثنين موجودين، وده مرتبط كمان الهرمونيه طبعا مرتبط بالسن، لكن النفسيه مرتبط بالبيئه. ان البيئه المحيطه بتزرع افكار شكلها ايه داخل الشخص. بالفعل. نشأ في وسط مجتمع، مستوى ايه، شكله ايه، بيفكر ازاي، ما مدى النضوج بتاعه. فالافكار اللي الشخص بيستقيها من المجتمع، اكيد كل واحد عايش في بيئه مختلفه عن البيئه الثانيه، فلو كان هو بيفكر بناء عن بيئه معينه، فالبيئه دي بتطرح افكار جواه. اوقات كتير بتبقى الافكار مش سويه، مش سليمه، مش صحيحه. واوقات تاني بتبقى الافكار حلوه وسليمه وناضجه. هنا دور الأب والأم المفروض يكون عنده كمان الوعي اللي بيه، إزاي أقدر أفهم ابني أو بنتي عايش في أنهي بيئة، البيئة اللي طرحت أفكار جواه. لازم أسمع ابني كويس قوي عشان أعرف إيه اللي جواه، هو بيفكر إزاي، هو وصل للفكر ده بناء عن إيه. في أطفال تقريبا كمان لأنها بتقعد على السوشيال ميديا كتير، فعندها أفكار أوقات كتير بتبقى متسعة جدا عن الأب والأم. صحيح. فالخبرات السابقه بتاعت الاب والام بدون ما انا اعرف ان ابني واصل لانهي فكر وانهي مرحله. صحيح. في الوقت دوت بيمثل مشكله صعبه جدا بالنسبه للطفل، فبيبقى عنده رد فعل كمان عنيف. صحيح. وخصوصا اذا كان مش قادر يعبر عن رايه، دي مشكله. بس المشكله الثانيه كمان ان دايما الاب او الام لما بيدي نصيحه للطفل بيدي نصيحه مش عباره عن نصيحه، لكن عباره عن اوامر. صحيح. هو مش محتاج أوامر، هو محتاج نصيحة، محتاج مشاركة في الرأي. أنا بكلمك عشان أقنعك باللي جوايا. فبيجي الأب والأم هنا بيفرض رأيه على الطفل، فبالتالي الطفل عنده متبني أفكار تانية خالص. صحيح. فأنت بتقهره بفكرك. فطبعا أسلوب القهر في حد ذاته ما هوش أسلوب أدمي. صحيح. أنا بتعامل مع إنسان له فكر، لو أنا بحترم فكر الطفل دوت هقدر أكون باخد الايجابيات بتاعت الافكار بتاعته، ولو في سلبيات ببتدي اتناقش معاه فيها فاقنعه الصح. صحيح. من الغلط. صحيح. لكن للاسف ان الاب والام بياخد دور الشخص المسؤول اللي بيقهر في الفكر، مش بيتناقش ويدي يوصل منه لنتائج ايجابيه، فمن هنا. صحيح. بيحصل النفور بين الوالدين وبين الاباء. صحيح. نجد المراهقين يميلون يعني بيميلوا لتقليد الشخصيات البارزه. يعني كان زمان قدوتهم حاليا قدوتهم ومثلهم الاعلى اتغير. زمان كان قدوتهم العلماء، الشخصيات الشعراء والمفكرين والكتاب، اما حاليا يعني خصوصا الجيل حاليا بقى قدوته الممثلين، المطربين، وخصوصا يعني المهرجانات وكلماتها للاسف اللي هي ما فيش اي محتوى فيها، وتلاقي الاطفال بتردد، فبقى قدوتهم ومثلهم الأعلى تغير تماما. فكيف نستطيع أن نجعلهم يميلون إلى الاقتداء بالشخصيات الصالحة؟ يعني إزاي أوجههم أنه ياخدوا الشخصية الكويسة هي مثلهم الأعلى؟ هقول أن الممثلين شيء مش وحش، لكن من هم؟ صحيح. الاختيار هنا دي نقطة مهمة. فهقول ان الفن رائع جدا، التمثيل شيء راقي جدا. صحيح. والتمثيل بيعبر اصلا عن الامور الداخليه للشخص وبيخرج جواه. صحيح. امور ممكن تبقى ايجابيه قوي، لكن المشكله بقى في الاقتداء بالشخصيات السلبيه. صحيح. وده دور الرقابه، ده اولا الرقابه المجتمعيه، الجهات المسؤوله عن مين الممثلين اللي حضرتك بتتكلمي عنهم. صحيح. مين الشخصيات اللي بيقتدوا بيهم، لان في شخصيات رائعه جدا راقيه جدا. اكيد. بالفعل. واحنا دايما كنا بنتكلم عن يعني زمن الفن الجميل. اكيد. قد ايه بالظبط كان في قيم وكان في اخلاقيات وذوقيات كانت رائعه جدا وراقيه، اللي كنا بنقول عليها السينما النظيفه. يعني انه حتى كانت يعني بابا بيقول لي عادي كانت الأسرة بأكملها بتقعد تتفرج وبيبقى فيه مشاركة. دلوقتي برضو الرقابة يعني مثلا ممكن يكون الممثل بيقدم
مشاهد مش كويسة أو محتوى ممكن يكون مثلا سلوك عدواني، او فده بيأثر على المراهق، بياخده يعني اللي هو ايه ده صح، طب انا هعمل زيه، انا همشي في سكة البلطجة اللي هو بيعملها، بيفتكر ان ده صح. هو الحقيقة ان هنا دور بقى الجهات الرقابية صح. اولا المحتوى ده لازم يكون يعني في مسؤولية حقيقية تجاه الدولة، تجاه موضوع الجهات الرقابية، ده جزء اساسي صحيح. لكن كمان هقول ان الأسرة ليها دور كمان مكمل، فدور الأسرة، دور المجتمع الديني كمان ليه دور أساسي، ان ازاي بعلم الطفل ان العنف والظلم والقهر والبلطجة كل دي أمور سلبية، ودي بقى بترجع لجزء النشأة والرباية طبعا، يعني مفروض كمان وزارة التربية والتعليم بتشارك في جزء زي دوت. صحيح. فمفروض ان احنا بنزرع قيم واخلاقيات وثقافة تكون سليمة سوية. صحيح. مفروض المجتمع كله يلفظ كل السلبيات دي تماما عشان نقدر نقول ان الجيل بيطلع بطريقة سوية. في مشكلة عندنا تانية النهاردة كمان في السوشيال ميديا، الالعاب اللي هي العنيفة زي الببجي والعاب زي كده اللي بتكون صحيح. بتخلي الطفل دموي، بيميل للقتل، بيميل للعنف. فهقول ان السوشيال ميديا ليها دور اساسي طبعا مع الفن والتمثيل اللي هو يعتبر تمثيل غير راقي هابط، ما صحيح. ينفعش يتوجد بالنسبه للاطفال. كل دي حقيقي. جهات رقابيه مفروض يحصل فيها حسم قوي في الموضوع دوت بالفعل، عشان نقدر نكون بننقذ الولاد من الجزئيه دي. بس هقول ان ده كمان مرتبط بثقافه الاسره والثقافة المجتمعية، وده شيء أساسي. صحيح. فهقول إن كل حد ليه دوره، ولو أنا قلت إن الأسرة ليها طبعا دور أساسي، والمفروض تكون الأسرة يعني متعاونة مع بعض، متفهمة، إن المفروض إن أنا بزرع داخل ابني الثقافة السوية، إن لما حتى بتصادف إن ابني شاف حاجة زي دي ببتدي أعبر له إن أنا مش متقبل دوت، وإنت كمان كحد يعني راقي مهذب متربي بطريقة صح المفروض إن أنت تلفظ الفكر ده. صحيح. فلو انا بزرع جوه ابني الفكر دوت هو اوريدي هيلفظه، لان الطفل دايما بيميل للسلبيات بطبيعته. صحيح. لكن لو لقى ان القدوه داخل البيت بتحسم قوي الامر وان ده شيء مرفوض بجد، هتلاقي الطفل بيرفضه. صحيح. فهنا دور الاسره مهم جدا في الجزئيه دي. طب هل يعني في ظل انتشار التواصل او التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا، هل ده سبب من اسباب الفجوه بين الاباء والابناء؟ يعني دايما زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي على بابجي والعاب كتير، بتلاقي الاب كفايه بقى تلعب بابجي، انت مقضي طول النهار لعب، فطبعا الابن طب ما بيسمعش اصلا ونكمل لعب خلاص. فهل ده سبب من اسباب ان السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي يعمل فجوه بينهم بين الاباء والابناء المراهقين؟ هو دي جزئيه مهمه. انا عايز اقول السوشيال ميديا كوضع عام مش وحشه. صحيح. لكن المفروض ان كل شيء بيبقى ليه وقت وفي حدود معينه، وبرضه في اقتناء لامور محدده، لكن مش اي حد انا ممكن اسيب اي حاجه اسيب الطفل قدامها. فاوقات كتير في اب او ام بيستسهل انه يسيب ابنه قدام سوشيال ميديا عشان هو مشغول، او ام مشغوله يا دوب بتلهي الطفل باي شيء عشان تريح دماغها يعني. وهنا مفيش حته الرقابه الابويه. صحيح. لاني اكون بتعامل مع الطفل بطريقه صح. في حاجات تانية كمان بديله المفروض ان انا بشغل الطفل بيها، يعني عن طريق مواهب حقيقيه بتكون بترتقي بالطفل وبتنميه. صحيح. فليه انا بسيب الطفل بصفه عامه قدام السوشيال ميديا، وخصوصا الحاجات اللي بتكون بتاثر على الطفل بطريقه سلبيه وبتطلعه طفل عدواني او طفل دموي؟ فهنا جهه الرقابه الابويه دي مهمه جدا. لو ما فيش وعي اسري باهميه الرقابه الابويه فدي مشكله كبيره جدا. صحيح. ودي احنا المفروض نحط عليها سبوت قوي، ان ازاي الاب والام يكون بيحجم وبيقنن تفاعل الطفل مع السوشيال ميديا بصفة عامة. صحيح. والسوشيال ميديا فيها حاجات كتير إيجابية قوي لو أنا بساعد الطفل إن هو يكون بيتعلمها، ولو أنا كمان بقضي وقت مع الطفل في السوشيال ميديا بطريقة إيجابية، بحيث إن أنا أعلم الطفل دوت إزاي يبحث. صحيح. على معلومة، إزاي يكون بيفكر، إزاي يكون بيرتقي بنفسه. يعني في أنا عايز أقول برامج رائعة جدا، لو طفل مثلا عايز يتعلم موسيقى، ما فيه في السوشيال ميديا حاجات بتعلم الموسيقى، حاجات. صحيح. بتعلم الرسم. صحيح. حاجات في شعر، في حاجات كتير، في كتابات. فانا عايز اقول لو انا كاب وام عندي الوعي الكافي هقدر اتعامل مع الطفل بحيث ان انا ارتقي بيه عن طريق برضه السوشيال ميديا. صحيح.
صحيح. فأنا ما حرمتهوش من السوشيال ميديا، لكن استخدمت الجزء الإيجابي فيها. صحيح. ولما بتصادفني بقى أمور سلبية أنا بلفت نظر الطفل، بقوله ده كده مش حلو. صحيح. فالمفروض حتة التقنين في الجزئية دي أمر مهم جدا. صحيح. يعني نقدر نقول من كلام حضرتك إن السوشيال ميديا عاملة زي سلاح ذو حدين، فيها جزء إيجابي وجزء سلبي. دور الأب والآباء والأمهات إن هم يبقى في رقابة وفي توعية للأبناء، فبالتالي أنا أقدر أوجه ابني ناحية الجزء الإيجابي من السوشيال ميديا، سواء هينمي موهبة عنده أو مثلا هيقرأ كتب. إن هم الدور الأب والأم هو اللي يقدر يوجه ابنه في الطريق الإيجابي من السوشيال ميديا، ولازم يكون في رقابة منهم. ده شيء مهم جدا، وهقول إن هنا التواصل بين الأب والأم والطفل شيء مهم قوي. صحيح. هل أنا سايب ابني في عالم افتراضي مع نفسه، ولا أنا في علاقة بيني وبين ابني أصلا في الوقت ده؟ صحيح. لو أصلا في علاقة، فالطفل نفسه بيجد متعة أن يكون مع بابا وماما وبيتناقشوا في أمور حتى لو في السوشيال ميديا. صحيح. هتلاقي أن الطفل مستمتع. الأب والأم لو هو بيكبر دماغه وعايز الطفل بس ينشغل عشان أنا وراي حاجات تانية بعملها، فهنا أنا بأذي الطفل وما بخليش قنوات تواصل بيني وبينه، والطفل ما تعودش أن يكون في تواصل معايا. صحيح. فبالتالي بيستسهل أنه يعيش حياته، ولو هو بيستسهل يعيش حياته فالسلبيات قدامه كتير قوي. صحيح. من هنا بيحصل انحدار للطفل، والتواصل اللي بيني وبينه ما بيكونش تواصل سليم، فبالتالي حصل بيننا فجوة. صحيح. ودي مشكلة كبيرة. أكيد طبعا بالفعل. طب من وجهة نظرك يا دكتور، يعني إيه السلبيات اللي منتشرة في المجتمع في التعامل مع المراهقين؟ يعني دايما مثلا يقول لك أنت جيل فاشل، أنت جيل ما بتفهمش حاجة. فطبعا دي كلها حاجات بتأثر يعني في، حتى لو هو عنده بذرة كويسة إن هو يبقى حد إيجابي وإن هو يبقى إنسان سوي، فأعتقد إن الحاجات دي أو السلبيات اللي المجتمع بيقولها بتأثر عليه. فحابين نعرف وجهة نظرك إيه يا دكتور في الموضوع ده؟ هو الكلام السلبي ده جزء أساسي، إنه في حقيقة ما ينفعش إن أنا أكون بقول كلام سلبي لابني، لأن دوت بيسبب له صغر نفس، بيسبب له إحباط، بيسبب له فشل. صحيح. فده ما ينفعش. وأوقات الكلام السلبي حتى بين أفراد الأسرة، بين زوج وزوجة، يعني عايز أقول دي من ضمن المشاكل الأساسية اللي ما بتخليش إن الطفل مثلا يحترم مامته أو ما بيحترمش باباه. بالفعل. فالكلام السلبي أصلا بحد مطلق هو خطأ جدا. المفروض أن الأب والأم يكونوا بيتعاملوا مع بعض بطريقة صح قوي، راقية جدا، فالطفل يتعلم يحترم الأم ويتعلم يحترم الأب. المفروض الأم خط أحمر، المفروض الأب خط أحمر. صحيح. بالنسبة للطفل مش هيحصل دوت غير لو كان الأب والأم اللي هم الاثنين متفاهمين مع بعض ومتفهمين أنه ده ما ينفعش. ده جزء أساسي. لو أنا ابتديت أتعامل مع الطفل على هذا المبدأ، فخلاص عارف أن أنا مفروض بحترم الأب وبحترم الأم. الجزء الثاني احترامي بقى للطفل كإنسان، أنا بنشئ إنسان ليه شخصيته، ليه وضعه، ليه كرامته. فالمفروض أن أنا بتعامل الطفل بأسلوب فيه يعني مهذب محترم راقي. ما ينفعش أن أنا أكلمه كلام سلبي وأحبطه. ده جزء أساسي. الجزء الثاني احترامي لفكر الطفل، وده برضو شيء مهم. أن لما أنا بتعامل مع الطفل المفروض ان انا بكلمه بوصل له وجهه نظري، كمان ادي للطفل فرصه انه يعبر عن اللي جواه. صحيح. يعبر عن افكاره، يطلع افكاره حتى لو كانت سلبيه، ولو افكاره حتى سلبيه مش مفروض ان انا اهاجمه، لكن المفروض ان انا باخد الكلام كده في بساطه بابتسامه بسيطه جدا، وببتدي اصحح له المعلومه وبقول له انت حد رائع، انت حد كويس، بس الفكره دي مش كويسه. صحيح. فهنا انا بوضح ان الفكره مش كويسه، مش انت اللي مش كويس. صحيح. فببتدي اتعامل مع الطفل دوت ازاي ارتقي بالفكر بتاعه بطريقه بسيطه هاديه. صحيح. هنا انا اديت للطفل يعني ثقه في نفسه، وعلمته اسلوب الحوار الراقي السليم اللي مفروض من خلاله بزرع افكار حقيقيه وبزرع شخصيه حقيقيه سليمه سويه تكون قادره تتفاعل مع المجتمع. هنا الطفل دوت بينشا كإنسان ليه فكره، فلما بيبتدي يتناقش هيتناقش بأسلوب منطقي. صحيح. بأسلوب حوار. مين هيعلم الطفل أسلوب الحوار غير بابا وماما؟ ده بالفعل. الأساس. بالفعل. فلو الأب والأم اتعلموا إزاي يتحاوروا مع هذا الطفل بطريقة صحيحة، هيطلع الطفل ده والطفل سوي راقي بيتعامل مع المجتمع كمان بطريقة صح. صحيح. يعني لازم الأب والأم ما يهاجموش ولادهم لما ييجوا يقولوا لهم فكرة حتى لو كانت سلبية،
عشان حتى يبنوا ثقة بينهم، فيجي بعد كده حتى لو حس انه عمل حاجة غلط يحكي. يعني لانه أغلبية الآباء والأمهات بيهاجم، إيه ده؟ أنت عملت كده إزاي؟ لأ ما ينفعش. وفي منهم بيتطول ويضرب، فالطفل بيخاف يكش، فلو عمل كارثة مش هيحكي. ده مظبوط، دي بيحصل إن مادام أنا يعني اصطدمت بالطفل، فالطفل بيبتدي ياخد حذره. مادام أخد حذره، فالتواصل اللي بيني وبين الطفل بيبقى كل مدى بيبعد. صحيح. على فكرة مش الطفل بس، حتى الزوجين. صحيح. لما بيكون بينهم حوار فيه أسلوب راقي محترم، الزوجة هتلاقيها بتحكي ببساطة جدا مع الزوج. صحيح. الزوج يتكلم عادي جدا مع الزوجة في بساطة. لكن لو الكلام أصلا مبني على هجوم، مبني على عدم احترام، مبني على أسلوب غير مهذب وأسلوب غير راقي، فالتواصل أصلا بينهم يعني بيبتدي كل مدى يقل لغاية ما بينقطع. صحيح. وده بيدخل حتى الزوجين في حتة الخرس الزوجي، ده جزء تاني. صحيح. بيوصل الأطفال لانفصال عن والديهم، فبيبقى الطفل لما عايز يكون بيستقي معلومة بيلجأ لأصحابه، بيلجأ لأي حد بره، حتى ممكن من قرايب مش شرط الأصحاب. بالفعل. لأن أوقات كتير الطفل بيبقى محتاج مشورة ممكن ما لقاهاش عند صاحبه، ممكن يدور بقى عند خاله وخالته عمته وعمه أي حد في العيلة. فبيكون التواصل مش مع الأب والأم، لأن الأسلوب بتاعهم منفر بالنسبة للطفل. صحيح. والأب والأم لو الأسلوب كمان عقابي، الطفل عايز يبعد مش عايز عقاب، فبيبتدي يخفي ويبعد. صحيح. فيوصل الطفل ده عند سن المراهقة ما بقاش في تواصل بينه وبين الأب والأم، فالمشكلة إن الأب والأم نفسه مش بيقدروا ينقذوا الطفل من حاجات كتير، لأن الطفل نتيجة عدم خبراته ممكن يوقع نفسه في مشاكل، في كوارث، وبيخاف يقرب من بابا وماما عشان يقول لهم. طبعا. ولو عنده كارثة هيخاف كمان يقول لبابا وماما. ايوه. ده ممكن حتى ياخد رأي صاحبه وصاحبه يغرقه اكتر. دي حقيقة، ودي بتبقى مشكلة. ايه سبب المشكلة؟ ان اصلا التواصل بين الاب والام والطفل تواصل خاطئ، الاسلوب مع الطفل اسلوب عنيف. صحيح. والعنف قد يكون عنف لفظي وممكن يكون عنف بدني، والاثنين اخطر من بعض. صحيح. فده اللي بيعمل فاصل اصلا بين الولاد وبين والديهم. صحيح. اذا التعامل السوي بينهم في هدوء هيكون هنا افضل. صحيح، عشان ما يبقاش في فجوه بينهم يعني. دي حقيقه. صحيح. طب يا دكتور، عايزين نعرف هل طريقه التربيه بتختلف من مراهق لاخر على حسب شخصيه كل واحد؟ هي على حسب النشأة وعلى حسب البيئة. الأب والأم لو أصلا نشأوا بطريقة سليمة سوية وعرفوا يعني إيه رب ولادهم بطريقة صح، صحيح، في الوقت دوت هينشئوا جيل سليم. لكن لو الأب والأم أصلا العلاقة بينهم خطأ، والعلاقة بين الأب والأم مع الطفل خطأ، فالنتيجة أن الطفل دوت هيطلع طفل غير سوي. بالفعل. التواصل اللي بينهم مش سوي، فالنتائج أكيد مش سوية، وده اللي احنا تقريبا بنتكلم فيه. فالصح ان الاب والام اصلا تكون مبنيين هما مع بعض في علاقتهم، تكون علاقه سليمه، ويكون في بينهم اتفاق ازاي يتعاملوا مع الطفل. صحيح. في من ضمن المشاكل الخطيره اللي بتحصل اختلاف الراي بين الاب والام. صحيح. الاب براي، الام براي، الام بتكسر راي الاب، والاب بيكسر راي الام. الطفل هنا ما بيكونش جواه هيبه ناحيه اب او ام. وما دام الاب كسر الام قدام الطفل، فالطفل مش هيسمع كلامها. بالفعل. والعكس. صحيح. الأم لو كسرت رأي الأب، الطفل مش هيسمع كلامه. ولو الطفل ما سمعش كلام الأم النهاردة، بكرة مش هيسمع كلام الأب. صحيح. ولو ما سمعش كلام الأب النهاردة، بكرة مش هيسمع كلام الأم. فكيبقى أنا بهدم الأسرة يعني. معنا تليفون، معنا اتصال. أمة الله اتفضلي. ألو. أيوة أكلم الدكتور؟ مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي ابني عنده 6 سنين أو 5 سنين ونص، يعني إن شاء الله يروح المدرسة السنة الجاية. وهو يعني مش بيعرف يتعامل مع الأطفال خالص، حتى في الحضانة كان ما عندوش أصدقاء كتير خالص، كان عنده واحد بس بيحبه، كان يعني إيه كلام قليل وهادي خالص، بس ده الوحيد اللي كان بيحبه. أي حد بقى يتعامل معاه يقول لا ده بيعاندني، لا ده بيقلف عليا، أقول له حبيبي ما حدش بيقلف عليك، ده هم كل زمايلك بيحبوك وكل زمايلك يعني كويسين وكده، حتى خلاص كانوا بيشتكوا منه على طول في الموضوع ده. واي حد بقى يقول بيعاندني او كده يتعامل معاه بالضرب على طول، يعني ما عندوش تفاهم. انا بصراحه كملي اتفضلي. مع حضرتك الاتصال اتقطع. كانت بتسالنا انه ابنها عنده 5 سنين ونص ودايما بيسخروا منه في المدرسه، فمفروض يعني تتصرف ازاي وتخلي طفلها يتصرف ازاي؟
هو الطفل دوت الحقيقه محتاج كده تعديل سلوك، لان هو مش ما عندهوش مهارات التواصل، وفي الغالب الطفل دوت مش بيعرف يعبر عن رايه. ولان الطفل عنيف فواضح يا اما حضرتك يا اما بابا بيضربه كتير، فمن هنا الطفل ما بيتعلم انه لغه الحوار مش بالبق لكن بالايد. والطفل اللي بيكون اصلا عنده القدره اللفظيه قليله معناها ان هو بدل ما بيتكلم ببق هيتكلم بايديه. انا بنصحك الطفل دوت تتوجهي بيه، محتاج يتعمل له مقياس ذكاء عشان نعرف القدرة اللفظية عنده قد إيه، وأسلوب التواصل بالنسبة له قد إيه، الإدراك بتاعه إيه، والتمييز. فحاجات كتير محتاجين نعرفها من خلال مقياس ذكاء IQ. فحضرتك ممكن تتوجهي لحد يكون بيساعدك، لأن الطفل ده محتاج أولا تعديل سلوك ومحتاج تنمية للقدرة اللفظية. فبدل ما بيعبر عن رأيه بإيديه بالضرب هيكون بيعبر عن رأيه بالكلام، وده مش هيخليه يحتاج يكون بيضرب. طبعا مش لان القدره اللفظيه عنده قليله فهو مش عارف يتعامل مع الاطفال، فبياخد كلامهم بطريقه غلط زي ما حضرتك ذكرتي، وبيسيء الفكر بالنسبه لهم لانه مش قادر يفكر بطريقه صح، ومش قادر يكون بيعبر عن اللي جواه بطريقه صح. فحضرتك تتوجهي لحد متخصص في تعديل سلوك بحيث ان الطفل دوت يكون بنرتقي بيه بالقدره اللفظيه بتاعته، فيعرف يتعامل مع البيئه المحيطه بطريقه صح. وان كان حد بيضربه مفروض ما يضربهوش، ويبقى التعامل معاه بالتفاهم والاقناع والكلام، ويديله فرصه يعبر عن اللي جواه عشان يبتدي يعبر عن اللي جواه بطريقه سليمه. صحيح يا دكتور. حابين نعرف منك يا دكتور ايه خطوره غياب التواصل بين الوالدين والابناء؟ طبعا من ضمن اكبر المشاكل ان لما يكون مفيش تواصل بين الولاد وبين والديهم، ان هنا الطفل اصلا مش بيعرف يعبر عن اللي جواه. حتى عدم التواصل دي اوقات كتير بتكون سبب في تاخر الطفل في الكلام. صحيح. وبتكون اوقات كتير بسبب تاخر التواصل بين الطفل وبين المجتمع المحيط بيه، لان هو ما اتعودش ان يتعامل مع حد، فبيبتدي الطفل يعيش في عالم افتراضي. وحته يعيش في عالم افتراضي دي ممكن توصل بالطفل انه يكون طفل يعني عنده سمات توحد. صحيح. فعدم التواصل مع الطفل امر خطير جدا. دور الام في البيت، ودي نصيحه لكل الامهات، اتعاملي دايما مع طفلك، اسمعيه كتير قوي، اتكلمي معاه في كل حاجه، حركيه معاكي في كل حاجه بتعمليها، خليه يمد ايده معاكي في كل شيء انت بتعمليه، فيكتسب مهارات وخبرات. وابتدي اشرحي له كل حاجه بتعمليها، فيبتدي الطفل دوت يعني يكون قادر يفهم البيئة المحيطة، ودوت بيمثل جزء من نسبة الذكاء للطفل. بالفعل. فدي نصيحة طبعا لكل أم ازاي تتعامل مع الطفل وما تسيبهوش في حالة وحده. ما تفرحيش ان طفلك ساكت عشان قاعد قدام موبايل او قدام شاشة تلفزيون او لاب او تاب او كده، لكن افرحي ان الطفل دوت بيعبر عن اللي جواه، وبتتكلمي معاه وبيفهمك وبتفهميه. صحيح. فده مهم، حتة التواصل بين الأم وولادها يعني. صحيح. اوقات بتبقى يعني ما بتبقاش الام قاصده انها ما تتواصلش مع ابنائها، نظرا مثلا ممكن تكون يعني ام عامله، فاغلبيه وقتها هي بتبقى بره البيت، بترجع يعني يمكن التواصل بينهم مثلا ممكن يكون ساعه الغداء ساعه العشاء، فما فيش تواصل بينهم على مدار اليوم. فيعني زي ما حضرتك ذكرت ممكن هو يخلق عالم افتراضي مع نفسه ويعيش فيه لانه ما فيش تواصل. بابا في الشغل، ماما طول النهار في الشغل، فانا هتواصل مع مين؟ هنا دور الام برضه هنا مهم قوي، ان الام مفروض بمجرد ما رجعت من شغلها بتقعد تحكي مع الطفل عملت ايه في الوقت دوت، وتبتدي تتابع الطفل. ممكن تكون الام اصلا سايبه للطفل مهارات يكون بيشتغل فيها، سواء كان رسم، تلوين، موسيقى، اي حاجه، ولما ترجع تقول وريني رسمت ايه، عملت ايه، الله ده جميل. وبعدين ممكن تيجي تقول له ايه رايك، طب نعمل كذا، طب نضيف حاجه على الرسمه دي، طب نلون الجزء دوت. فتبتدي ترتقي بالطفل. لو الام بقى مشغوله هي كمان مع نفسها في المطبخ في توضيب، تشارك الطفل في كل حاجه بتعملها، حتى لو بتوضب، حتى لو واقفه في المطبخ، حتى لو بتحط غسيل في غساله، فتقول له هات دوت، حط دوت، شيل دوت، افتح ميه، اقفل ميه. فتبتدي تشغل الطفل معاها. صحيح. تبتدي تدرب الطفل على كل حاجه بتمد ايديها ليها، خضار، فاكهه، عايزه اقول ما تسيبش شيء بدل ما هي وحدها، خليها تتعامل مع الطفل ده على انه حد بيكملها وبيساعدها. بالفعل. النهارده الطفل دوت لو حتى مش قادر يساعدها وبيبوظ حاجات، تدي له مساحه من الحريه انه يبوظ، ما فيش مشكله. انا ممكن لو انا بعمل حتى عجينه هدي للطفل حته عجينه يقعد يلعب بيها.
صحيح. فمش هتفرق. لكن علمت الطفل دوت ان انا بقدر اعمل من خلال العجينه دي اشكال، واعلمه اعمل قدامه شكل او اتنين كده، واقول له يلا اقعد اعمل كذا اعمل كذا. ممكن من البيئه المحيطه حتى بحته العجينه اللي في ايده دي يكون بيعمل بيها شكل معلقه، شكل سكينه، شكل يعني الحاجات اللي هو عايشها. صحيح. ببساطه. فهنا انا بنمي القدره بتاعه الطفل ازاي يفكر وازاي يبتكر وازاي يقلد وازاي يكون بيتعايش مع البيئه المحيطه. فانا هنا طلعته من العالم الافتراضي، وحته الحوار المباشر بيني وبين الطفل شيء مهم قوي. التشجيع والتحفيز بالنسبه للطفل شيء مهم قوي. صحيح. لو انا بعمل دوت الطفل هيطلع رائع، حتى لو الام دي بتشتغل اكيد، فهتقدر تكون بتستخدم باقي الوقت اللي هي قاعده مع الطفل ساعتين ثلاثه اربعه خمسه ست ساعات، هتقدر تكون بترتقي جدا بالطفل، تسمع الطفل كويس قوي، تخليه يعبر عن اللي جواه. مش مفروض ان هي تقعد تزعق له كتير على الفاضي وعلى المليان، عشان صحيح. يعني حته انها بتزعق له بتخلي الطفل ما عندوش ثقه في نفسه. لما بتقعد تزعق له بتعمل فاصل وبينها وبين الطفل، والطفل في الوقت ده بيحاول يبعد عشان يتجنب الاذى النفسي اللي بيقع عليه من الاسلوب اللي بتتعامل بيه الام. صحيح. فالطفل طبيعي هيصدر منه اخطاء، ومفروض الام بتكون عندها الادراك انه لو ما اخطاش مش هيتعلم الصح. فاديله مساحه من الخطا عشان يعرف يعبر عن اللي جواه، اديله مساحه من الخطا عشان تعرفي توجهيني ده خطا وده صح. صحيح. الطفل نفسه بيبقى شايف ان ده خطا مع الوقت. فلما تيجي الام بتوضح له ان ده خطا بس باسلوب هادي، خلاص عارف انه خطا. صحيح. لما يجي بعد كده يعمل شيء ايجابي او تشجعه من الخطا ده ازاي يعمل الصح، فعمل الصح وشجعته فعلمته حاجه جديده. فالتفاعل بين الام وبين طفلها ده شيء اساسي جدا. الام هي افضل معلم للطفل. ده صحيح. امر مهم يعني. طب ازاي الام تقدر يعني تتعامل، الاب والام ازاي يتعاملوا مع شخصيه المراهق العنيد اللي هي منتشره جدا دلوقتي؟ العند عند المراهق مبنيه على ان ده لما كان طفل كان دايما بيصدر ليه اوامر. فلو انا استمريت اصدر ليه اوامر فانا بدعم حته العند هيزيد. صحيح. فالمفروض لو انا بتعامل مع طفل عنيد انا بنصحه وبديله المساحه انه يغلط ويدفع ثمن الغلط عادي جدا، وبفهمه ان انا كان رايي صح بس في بساطه، واغلط مفيش مشكله. طول ما الغلط ده مش هيوصل لاذى خطير يبقى هسيب الطفل يغلط. وهو من الغلط ده بيتعلم الصح من الخطا. لكن لو انا الطفل العنيد انا بعند قدامه، كل مدى الطفل بيبقى اقوى من الاب ومن الام. بالفعل. فلو انا وقفت قصاد الطفل بعند بقهر فانا بهدم شخصيته، بقطع التواصل اللي بيني وبينه، فما صحيح. بخليش لغه حوار ولغه تفاهم واقناع وان الطفل يقدر يقرب مني. فلما بتتعامل مع طفل حتى لو عنيد سيبه، ومسيب له مساحه من الحريه، وسيب له مساحه انه يغلط انصحه وكانك بعد كده مش شايف، وسيبه يغلط، وبعد ما يغلط خد الامر بابتسامه. صحيح. يعني ما تقعدش بعد كده بعد ما غلط تقعد تعاتبه بقى وتقطمه بالكلام وتوجعه بالكلام، وانا قلت لك وانت ما سمعتش الكلام، انت بتعمل كده فجوه بينك وبينه. لكن انا قلت لك وانت ما سمعتش، ما فيش مشكله، اديك شفت النتيجه انها غلط. صحيح. طب ايه رايك نصلح ازاي؟ يلا بينا بقى نعمل كذا. صحيح. ما دام هو غلط وادرك انه غلط وبديله طريق التصحيح وباسلوب هادي، هو هيثق فيا ويلجا ليا. اكيد. وده العلاج. فمش العلاج ان انا اصطدم معاه، لكن العلاج ان انا استقبل حتى اخطائه بصدر رحب عشان اقدر اساعده انه يفكر صح. لان لو انا اصطدمت معاه انا علمته ايه؟ انا قلت له ان ده غلط وهو فعلا طلع غلط، بس الصح ايه؟ ما عرفوش بالظبط كده. عشان يعرفه محتاج نصيحه جديده بس باسلوب لطيف وهادي، ان اعمل دوت هتلاقي النتيجه بقيت صح، يلا بينا نعمله مع بعض، او اعمله تعالى قول لي. صحيح. فانا اديت له مساحه من الحريه، لما اديت له مساحه من الحريه شعر بنفسه ان ده قلبه معايا مش بيصطدم بيا، وانا قدرت اعبر عن نفسي وقدرت اعمل الصح، ولما عملت الصح اتمدحت. صحيح. فده هيقربه مني اكتر، هيجي لي بعد كده المره الجايه والمره اللي بعدها يقول لي ها اعمل ايه عشان ما غلطش، طب انت رايك ايه؟ طب الصح فين؟ فده بيكون شيء ايجابي. طيب حابين نعرف ازاي يعني الام تقدر تحافظ على نفسيه سويه للابن المراهق المضطرب بين تمرده وصراعاته النفسيه وبين العادات والتقاليد اللي في المجتمع، يعني بشكل سريع. حلو. انا لو بدي للطفل دوت مساحه من الحريه
انه يسال، ولاني اوقات كتير في مشكله ما بديش فرصه للطفل انه يسال. صحيح. فبالتالي هو يعني بيستقي خبرات اما من اصحابه او من خبرات داخليه قد تكون مش سليمه. صحيح. والمشكله ان انا بعد كده ببتدي اهاجمه، اقول له انت مش فاهم، انت ازاي عملت دوت، انت، فالكلام السلبي، الكلام الهجومي، الكلام اللي بيوجع دوت بيأذي جدا الانسان. صحيح. لكن لو انا ابتديت اتناقش معاه، عايزين نعمل الحاجه الفلانيه، ايه رايك تتعمل ازاي؟ فباخد منه فكره ورايه، فبقول له طب اللي انت بتعمله دوت نتيجته هتبقى 1 2 3، طب ايه رايك لو عملنا كذا؟ هيبقى صح ولا خطا؟ فانا دخلت معاه الموضوع في اسلوب حواري، وفي الاخر اقول له انا شايف ان الافضل كذا، انت شايف ايه؟ انا خلاص اديت له الفكر السليم، هيجي يقول لي انا شايف كذا كذا، اه حلو قوي، بس ايه رايك لو عدلنا كمان دي؟ فبتفاهم. بقى في اسلوب حواري بينكم. بالظبط، فانا رجعت بالظبط هنا لاسلوب الحوار اللي ما فيهوش هجوم، ما فيهوش كلام بيوجع، ما فيهوش مواقف صداميه بين الاب او الام وبين الطفل دوت. صح. ولما بديله مساحه من الحريه هو بيحس انه انسان، مش محتاج يقول لا. مش حاسس انه مكهور. بالظبط، انسان، مش يعني قادر يقول لا او قادر يكون بيعبر. صح. عن نفسه، فخلاص هو عبر عن نفسه، اصبح فين المشكله؟ صحيح. فهنا دي مهم ان انا اكون بسيب له مساحه من الحريه من دي. صحيح. طب حابين نعرف حضرتك يا دكتور، او حضرتك حابب ايه النصايح اللي تديها للاباء والامهات تجاه ان هم يتعاملوا مع المراهقين؟ الحقيقه النصيحه اولا، انا عايز الاب والام يبقوا متفاهمين مع بعض، بيحترموا بعض وبيحترموا الطفل ده كانسان. ربنا خلق الانسان ليه فكر. صحيح. لو انا بحترم فكر الانسان كانسان، في الوقت ده انا برتقي بيه انه يبقى فعلا بيتعامل كانسان. صحيح. لما انا بقهره، ايه الفرق بينه وبين يعني كائن يعني حيواني انا بسوقه؟ فالانسان ربنا خلقه ليه فكر، ليه اراده، ليه مشاعر، احترم مشاعره، احترم فكره، احترم ارادته، واديله مساحه من الحريه يعبر عن اللي جواه، واستقبل حتى اخطائه بطريقه بسيطه، لاني مفيش حد فينا مش بيغلط. صحيح. انا كاب بغلط، كام بتغلط، ولازم افهم ابني ان انا كمان وارد ان انا اغلط. صحيح. عشان لما انا اغلط ما بقاش صوره اتكسرت قدام الطفل. صحيح. للاسف وقت حلقتنا خلص يا دكتور، يعني احنا استفدنا جدا من حضرتك النهارده، وامهات كتير استفادت من معلومات حضرتك الجيده جدا. واتمنى شكرا. ان هم يعني يقدروا يتعاملوا مع ابنائهم المراهقين بشكل افضل. ده تمنياتي طبعا لكل الاسر يعني. شكرا. وفي نهايه حلقتنا نقول ننهي حلقتنا بجمله بسيطه: أيها الآباء صادقوا أبنائكم المراهقين. بشكر ضيفي الكريم الدكتور مجدي أنور، وبشكر مشاهدينا الكرام، ونتمنى أنكم استمتعتم معنا، ونكون جاوبنا عن كل الأسئلة اللي بتدور في أذهان الآباء والأمهات تجاه أبنائهم المراهقين. استنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.